أهلا بكم سيداتي وسادتي، هذه إطلالة جديدة من ملف اليوم نتابع فيها وإياكم. ما هو موقف الرابطة العامة الدولية للمحامين الديمقراطيين من تصريحات بومبيو؟ وما هي الخيارات القانونية المتاحة للرد على هذه التصريحات الأمريكية؟ ولاحقا في ملف اليوم، ردا على تصريحات بومبيو، حركة فتح تقود فعاليات يوم الغضب غدا. في المحورين الأول والثاني سنتحدث وإياكم مباشرة سيداتي وسادتي إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا من بروكسل، السيد يان فيرمون، أمين عام الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين. سيد يان، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. Good evening. مساء الخير لكم. Good evening. ما هو موقفكم في الرابطة العامة الدولية للمحامين الديمقراطيين من تصريحات وزير الخارجية الأمريكية الذي أعطى لنفسه الحق والصلاحية بأن يقول أن المستوطنات شرعية؟ Yes, well, I think this نعم، أعتقد بأن هذا التصريح هو مخالف بالكامل لجميع التفسيرات الخاصة في القانون الدولي من قبل كل أروقات المجتمع الدولي. وكما تعلمون أن اتفاقية جنيفا الرابعة حقيقة تمنع نقل السكان من مناطقهم إلى المناطق المحتلة، وأيضا محكمة لاهاي والقانون الدولي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية قالت مرارا وتكرارا بأن البند أو المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية. ومحكمة العدل الدولية قالت وبكل وضوح في الرأي الاستشاري الذي صدر عنها حول جدار الفصل العنصري المقام على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2004، وكان هذا الرأي واضح. وبالتالي هذا البيان عن الخارجية الأمريكية هو مخالف وبشكل فاضح للقانون الدولي ولكل الأجهزة الدولية التي أصدرت موقفها القانوني من هذا الوضع. وإسرائيل تستمر وبشكل كبير في التصلب وراء موقفها، ولكن لم تنجح في إقناع أي جهة في هذا العالم ما عدا القوى الحزبية الداعمة لها. وقرار 2034 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2016، حتى الولايات المتحدة تبنت ذلك القرار وجعلته ممكنا بعدم تصويت ضد هذا القرار. وهنا نحن نؤكد بأن إسرائيل لديها مسؤوليات والتزامات وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وعليها التزام بكل ما يضمن عدم إحداث أي تغيير ديموغرافي أو على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما في ذلك القدس الشرقية، وعليها عدم بناء المستوطنات وعدم نقل سكانها من مناطقها إلى الأراضي المحتلة، والوقف عن عملية هدم بيوت الفلسطينيين
المدنيين وإجبارهم على الخروج من أراضيهم. وبالتالي إسرائيل وبشكل مطلق هي منعزلة، هي وحيدة في المجتمع الدولي التي تقف وراء هذا الرأي ضد المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية، وهذا موقف غير مسؤول وموقف غير قانوني من قبل الإدارة الأمريكية الحالية. نعم سيد يان، أمام كل ما قلت وأمام مخالفة إعلان بومبيو وواشنطن للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي أتيت على ذكرها، برأيك واشنطن تريد أن تخلق قانونا دوليا على مقاسها؟ وما المطلوب من المجتمع الدولي ككل للرد على وجهة النظر الأمريكية هذه، لأنها تضرب بعرض الحائط كل ما أتيت على ذكره من قرارات ومن نصوص قانونية؟ نعم بالتأكيد هذا صحيح، لأن المشكلة أنه لا يوجد هناك جهاز إنفاذ للقانون ولوقف المأساة الجارية في فلسطين. احتلال فلسطين هو انتهاك للقانون الدولي، وإسرائيل طبعا هي من يرتكب هذا الانتهاك بحق القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي أيضا. وفي 50 سنة الأخيرة أو 60 سنة الأخيرة المجتمع الدولي ولسوء الحظ وحتى الآن لم يستجيب ولم يكن له ردة فعل جدية وصحيحة تجاه هذا الوضع، وبالتالي بسبب غياب جهاز إنفاذ للقانون الدولي، وبالتالي الدول العظمى والقوية لا تتخذ أي خطوة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وإسرائيل تستمر بانتهاكها للقانون الدولي، وهذه هي التراجيديا. ونحن رأينا أكبر جهاز قضائي دولي محكمة العدل الدولية كيف قالت بأن المستوطنات غير قانونية وجدار الفصل العنصري غير قانوني، وإسرائيل أدارت ظهرها لكل تلك القرارات وللرأي الاستشاري، وأدارت ظهرها لكل المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أرى بأنه يجب أن يكون هناك دور هام لكل العالم، لكل الشعوب في العالم. في حال عدم تحرك الحكومات لابد للشعوب أن تتحرك من أجل إنفاذ القانون الدولي، ولابد من أن يكون هناك تعبئة من أجل زيادة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولابد من الضغط على حكومات هذه الدول من أجل القيام بحركة بتضامنية داعمة للشعب الفلسطيني من أجل أن نصل إلى وضع نجد فيه إنفاذ للقانون الدولي، وكما حصل في جنوب إفريقيا عندما كان هناك نظام الفصل العنصري، حيث كان هناك نظام ينتهك القانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان بكل الطرق الممكنة، والمجتمع الدولي في حال عدم رده على كل هذه الانتهاكات يكلف شعب جنوب إفريقيا ثمنا قويا. حتى ظهرت حركة التضامن الدولية وساندت جنوب إفريقيا، وكان هناك إجبار للمجتمع الدولي ليتخذ خطوات عملية، وبالتالي إرغام نظام الفصل العنصري على التنازل وعلى القبول بالحل الديمقراطي في جنوب إفريقيا. وهذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لفلسطين حاليا اليوم. لابد من أن يكون هناك تعبئة، لابد من أن يكون هناك حشد على المستوى الدولي من أجل إدانة قرار الخارجية الأمريكية، ولكن الدول الأوروبية لم تفعل ذلك حتى الآن، وبعد عقود طويلة من الاحتلال الدول الأوروبية حتى الآن لم تتخذ خطوة فاعلة لوقف هذا الاحتلال. سيد يان، فقط لابد أن نشير إلى أنه صدرت بعض المواقف من دول أوروبية كبيرة تؤكد موقفها بأن الاستيطان غير شرعي، لكن لم يتم لوم واشنطن أو الرد على واشنطن بالطريقة التي يطلبها المواطن الذي يخضع
للاحتلال، وأيضا هناك مواقف من أطراف قريبة على شعبنا لم تكن بالمستوى المطلوب. على أي حال، هناك خطوات قانونية، محكمة العدل الدولية، الذهاب إلى لاهاي أو تقديم دعاوى ورفع دعاوى على واشنطن داخل الولايات المتحدة. أي من الخطوات القانونية برأيك هي الأنسب والأكثر نجاعة؟ نعم، يجب التحقق من ذلك مع محكمة العدل الدولية، وهناك إمكانية لذلك، وبكل التأكيد هذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية ولحد ما شريكة في انتهاك القانون الدولي وارتكاب الجريمة، لأن نقل السكان من دولة الاحتلال إلى البلد المحتل هو جريمة حرب، وبالتالي هذه جريمة ومنصوص عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هذه جريمة حرب. ومن هنا الأجهزة القضائية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية على وجه التحديد يجب أن تعمل على تحقيق جدي في الاستيطان الإسرائيلي، وهناك شكاوى قدمت إلى النائب العام لتلك المحكمة، وكان هناك لقاء معه لإقناعه في السنة الماضية لتقديم المحاججة ولدفع المحكمة لبدء التحقيق الرسمي في سياسة إسرائيل الاستيطانية. هذه خطوة مهمة جدا لأنها ستوضح وبشكل جلي لكل العالم بأن هناك جريمة حرب، ومثل هذا التحقيق الرسمي سيوضح للعالم بأن الجريمة مستمرة وترتكب بشكل يومي، وبالتالي لابد من أن يكون هناك قضية أمام محكمة الجنايات الدولية. وفي هذا الإطار ستبرز شراكة ومشاركة الإدارة الأمريكية في السياسة الإسرائيلية الاستيطانية، حيث أن المحكمة ستناقش ذلك على مستوى محكمة العدل الدولية، وكلنا نتذكر الرأي الاستشاري الذي صدر عن هذه المحكمة بشأن جدار الفصل. هذه قضية طبعا صعبة ومعقدة، أننا نتحدث عن تحقيق في انتهاك قانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. والنقطة الرئيسية والتي تبقى مثارة دائما بأن شعوب العالم، حركة التضامن الدولية، هذه الحركة التي تدفع الحكومات للتحرك في الاتجاه الصحيح ونحو تنفيذ القانون الدولي ونحو الالتزام في القانون الدولي. نعم، هناك إمكانية لرفع قضية، ولكن النضال يجب أن يتركز للحشد الدولي، التضامن الدولي. نعم. سيديان، القيادة الفلسطينية توجهت إلى المحكمة في لاهاي أكثر من مرة، ضغطت على المحكمة للإسراع في النظر في الملفات المرفوعة إليها ومن ضمنها قضية الاستيطان. كيف توضح للمواطن الفلسطيني الذي يشاهدنا الآن هذه المماطلة أو هذا البطء إن صح التعبير في النظر من قبل المحكمة في لاهاي بالطلب الفلسطيني؟ نعم، هذا سؤال مشروع بشكل كامل، وأعتقد بأنه يصعب للشعب الفلسطيني أن يفهم كيف تذهب هذه الانتهاكات الواضحة وجرائم الحرب التي ترتكب وتأخذ كل هذا الوقت دون تحقيق. نحن في مؤسستنا أطلقنا قبل سنة ونصف التماسا على مستوى المجتمع القانوني للطلب من النائب العام في محكمة العدل الدولية لفتح تحقيق في المستوطنات.
الاتفاقات الإسرائيلية، وقدمنا هذه القضية له، والمحاججة كانت بأن هناك معلومات كثيرة ولحد ما، ويمكن القول بشكل عام بأنه تم تقديم ملف للنائب العام ولكن لم يحرز أي تقدم على هذا الملف. نحن شجعنا النائب العام وقلنا له بأنه يجب الإجابة على الأسئلة الواضحة جدا عن المستوطنات الإسرائيلية التي تتطلب تحقيقا قضائيا وقانونيا، ولكن حقيقة السياسة تدخل في هذا السياق، ويمكن أن أقول بأن هناك ضغط من قبل بعض الدول والبلدان حول العالم على هذه الأجهزة القضائية في العالم لعدم إحراز تقدم على مستوى هذه القضايا وعلى مستوى العدالة الدولية، وتبقى هذه القضايا معقدة جدا وبطيئة في حال كان هناك تحرك إلى الأمام. وبالتالي هناك تحدي حقيقي أمام المجتمع القانوني الدولي عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية، وعندما نتحدث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا مطلب كل المتضامنين للمحكمة الدولية بأن تتحمل مسؤولياتها وأن تفتح التحقيق الرسمي في المستوطنات الإسرائيلية، خاصة بأن المعلومات واضحة عندما نتحدث عن المستوطنات وعدم شرعيتها. طيب، من الخيارات إلى جانب التضامن الدولي والتوجه إلى المحكمة في لاهاي والضغط عليها وإزالة الضغوط التي تمارسها هذه الدولة وتلك ما قلت على المحكمة في لاهاي، ماذا عن خيار التوجه من قبل القيادة الفلسطينية لمقاضاة واشنطن داخل حدودها، يعني أمام القضاء الأمريكي، وهو أمر مطروح بالنسبة للقيادة الفلسطينية؟ عن هذا الخيار ما الذي يمكن أن تشرحه لنا من الجانب القانوني؟ أعتقد بأن هذه قضية على الحكومة الفلسطينية أن تناقشها مع المحامين التقدميين أو الديمقراطيين الأمريكيين، ومؤسسة لديها علاقة في ذلك مع المحامين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني منذ عقود، وأعتقد بأن هذه الإمكانية يجب النظر فيها بشكل جدي. وأنا من خبرتي ومعرفتي النظام القضائي الأمريكي، وخاصة في قضايا الانتهاكات التي ترتكب في الخارج، هي تحمي المؤسسات الأمريكية والأمريكيين، وبالتالي هذه الإمكانية تبقى ضئيلة وتبقى ضيقة ومعقدة، ولكن تستحق الدراسة وتستحق النظر فيها وتستحق النقاش مع المحامين التقدميين الأمريكيين لتوضيح القانون الأمريكي من هذا الموضوع، وليكون هناك استجابة إيجابية، لأنه لابد من أن تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ما تقوم فيه في المشاركة في جرائم حرب مثل المستوطنات. سيد يان، بصفتك أيضا أمين عام الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، دعنا نتحدث من الجانب الإنساني الذي يتحلى به المحامي في الدفاع عن حق المظلوم. إذا كانت ممارسات ما تصنف على أنها إرهاب على حد تعبير هذا الطرف أو ذاك في الغرب، وإذا كان التوجه إلى القانون يخضع للسياسات ومنع هذا الطرف القانوني من أن يفتح تحقيقا مع المحتل، إذن ما الرسالة التي تريدها واشنطن وإسرائيل؟ أنهم دول فوق القانون أم ماذا؟ نعم، هم يحاولون أن يكونوا فوق القانون وهذا واضح، ولحد ما نعم هم يتصرفون وكأنهم فوق القانون الدولي،
ولكن وأعتقد بأن مؤسستنا كانت خلال فترات النضال المختلفة ناشطة في الدفاع عن الشعوب التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال والاستعمار، ووقفنا إلى جانب شعب جنوب إفريقيا عندما كانوا يقاتلون ضد النظام المجرم، نظام الفصل العنصري الذي كان ضد الإنسانية. ولدي شعور بأن هناك أوجه شباب كبير بينما كان سائد في جنوب إفريقيا وما تقوم في إسرائيل من سياسات ضد الشعب الفلسطيني وما يقوم في نظام الفصل العنصري. وبالتالي يمكن أن أقول بأن إسرائيل نظام فصل عنصري اليوم، وما يقوم فيه زملائي وما قاموا فيه في جنوب إفريقيا في تلك الفترة كان الوضع بائس، وكان هناك انطباع بأن نظام فصل العنصري سيستمر إلى الأبد، ولكن في النهاية وخلال فترة قصيرة تغير كل شيء. تغيرت الأمور. لماذا؟ بسبب نضال الشعب داخل جنوب إفريقيا، الانتفاضات التي قاموا فيها وما قاموا فيها السود، والمناصرة التي وجدوها من خارج جنوب إفريقيا من قبل حركة التضامن. كان هناك هزيمة عسكرية في جنوب إفريقيا وكان كذلك في موزمبيق، ولكن التضامن الدولي وحركة التضامن الدولية وحركة المقاطعة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في تلك الفترة، كل هذه العوامل اجتمعت مع بعضها البعض وأدت في النهاية إلى انهيار نظام الفصل العنصري. وبالتالي أرى بأن الوضع في فلسطين ليس مماثلا لجنوب إفريقيا 100%، ولكن شبيه فيه. وبالتالي نضال الشعب الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني واستمرار نضال الشعب الفلسطيني الشرعي ضد الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نعتبر الشعب الفلسطيني إرهابي في نضاله. هذا نضال شرعي وقانوني، ويجب أن تناصره حركة التضامن الدولية، ويجب أن تناصره حركة المقاطعة، مقاطعة الاتصال مع إسرائيل ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية. بهذا يمكن أن يكون هناك قوة، وهذه القوة تحدث التغيير وتزيل الحصانة عن إسرائيل، هذه الحصانة المستمرة منذ وقت طويل. من بروكسل، أمين عام الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين السيد يان فيرمون، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات ووجودك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. شكرا جزيلا لك. دواعي سروري. شكرا. سيدتي وسادتي، نواصل إياكم ملف اليوم، وفي المحور الثاني من الوقت المتبقي، ردا على تصريحات بومبيو، حركة فتح تقود فعاليات يوم الغضب غدا. قبل أن نرحب بضيوفنا للحديث حول هذا المحور، لابد أن نذهب بصحبتكم إلى تقرير الزميل خالد مطاوع. على ضوء تمادي الإدارة الأمريكية في إجراءاتها الانتهازية ضد قضيتنا ومقدساتنا، والتي كان آخرها اعتراف وزير خارجيتها بومبيو بأن الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي، يستعد شعبنا بكل أطيافه وفصائله السياسية إلى الانخراط في معركة كفاحية حاشدة تعم محافظات الوطن، رفضا للعدوان الأمريكي وتعبيرا عن التفافه خلف القيادة المتمسكة بالثوابت الوطنية. نهب شعبية شاملة في كل محافظات الوطن، وبعد ذلك يمكن تتركز وسط المدن، وبعد ذلك يترك لكل إقليم في استكمال الحراك عنده، ولكن ما بعد ذلك لابد يكون هناك فعل بحيث أنه يستهدف المستوطنين، بحيث يشعر المستوطن أنه موجود على الأرض المحتلة عام 67، موجود بشكل قانوني، وبالتالي أمنه يعني غير مضمون من قبل أحد. هبة الغضب التي ستستمر على مدار الأيام المقبلة ستشهد تسيير مسيرات حاشدة في مراكز المدن والتوجه إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال والتصدي لعصابات المستوطنين في سياق حراك شعبي عارم يستهدف إعلاء صوت جماهير شعبنا المندد بالمؤامرة الأمريكية، وتأكيدا على تشبثهم بأرضهم
وحقوقهم رغم حجم وكم الإملاءات والابتزاز. مطلوب من كل أبناء شعبنا الفلسطيني أن نعبر عن غضبنا في هذا اليوم، وأن تكون هناك مسيرات وأن يكون هناك فعاليات من كافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني لنقول لهذا المحتل والإرادة الأمريكية التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكسر، سيستمر في النضال، سيستمر خلف قيادته الفلسطينية رافضا لكل الإملاءات الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية في هذا الجانب. حالة الغضب والغليان التي تعم محافظات الوطن والشتات غداة اعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال وما تلاه من سن الإدارة الأمريكية لصكوك وفرامنات تخدم إضفاء الشرعية على الاحتلال ومخططاته الاستيطانية لتصل ذروتها في قادم الأيام، تفاعل جاء للتأكيد على أن شعبنا الذي قدم البذل والعطاء السخي دفاعا عن الأرض والهوية لن يستكين أمام التحديات الإسرائيلية الأمريكية حتى إسقاطها مهما بلغت التحديات. التحام أبناء شعبنا بكل مكوناته وأطيافه في معركة نضالية شاملة رفضا للإجراءات الأمريكية وسط دعوات لأوسع مشاركة جماهيرية هي رسالة للقاصي والداني تؤكد على تمسك شعبنا بثوابته وحقوقه رغم كيد المتآمرين. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. شكرا للزميل خالد مطاوع على هذا التقرير، وأيضا الشكر موصول لزميلنا أسامة نزال على الترجمة الفورية في محورنا الأول. سيداتي وسادتي، الآن نفتح معكم الحوار حول يوم الغضب الذي تقوده حركة فتح يوم غد، ردا وللتنديد بتصريحات بومبيو حول تشريع الاستيطان أو تبييض المستوطنات في الضفة وفي أراضي العام 67. مباشرة إلى ضيفنا الأول في هذا المحور من الخليل، ينضم إلينا أمين سر فتح في شمال الخليل السيد هاني جعارة. سيد هاني، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. ما الذي ستشهده الخليل يوم غد بقيادة حركة فتح؟ مساء النور. يعني هناك تركيز كبير جدا من قبل حكومة القتل الإسرائيلي ومن قطاع المستوطنين باستهداف محافظة الخليل بالكامل، وتحديدا استهداف قلب محافظة الخليل البلد القديمة، وكل الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال ابتداء من مصادرة الأراضي، ابتداء من منطقة العروب وبيت أمر وصولا إلى حلحول والخليل، مصادرة أكثر من حوالي 4000 دنم من الأرض بحجة شق طريق التفافي، استهداف قبل أسبوع أحد الشهداء في مخيم العروب، اقتحام المستوطنين لمدينة الخليل ومحاولة السيطرة، حصار الحرم الإبراهيمي، كل عمليات الاجتياح والاستهداف المركزة في محافظة الخليل. لابد من أن يكون هناك فعل كبير وواسع يتمثل في مجموعة من الفعاليات في كافة ساحات محافظة الخليل وفي الأقاليم الأربعة، والتي ستبدأ غدا في حدود الساعة 11 صباحا، بحيث سيتم تسيير مسيرات غضب جماهيرية في كافة المناطق وفي قلب المدينة، في حلحول، في الجنوب، في دورة، في مدينة يطا. سيكون هناك مسيرات مركزية ووقفات غضب، وستنتشر هذه الفعاليات على كافة المناطق والساحات في كل محافظة الخليل. ولابد من الإشارة بأن هذه الفعاليات يجب أن تستمر، ويجب أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من مكونات الشعب الفلسطيني ومن شرائحه في رد قوي وواضح وصريح على سياسة الاستعمار وعلى السياسة الأمريكية وعلى محاولتهم لشرعنة الاستيطان وعلى سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف كل شبر من هاي الأرض واستهداف كل أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم. على قاعدة أن الأطر التنظيمية كافة والهياكل التنظيمية قد تدارست ووضعت الخطة والترتيبات للفعل الجماهيري والشعبي بالاتفاق مع كل المكونات الوطنية في طريق استمرار هذا العمل وهذا الفعل، ودون أن يكون ردات فعل تقف خلال يعني يوم أو يومين. سيكون هناك برنامج يستمر هذا الفعل الشعبي والمقاومة الشعبية
وصولا إلى حالة غضب جماهيري تصل إلى حد الانتفاضة العارمة لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى جانب العمل السياسي. طيب سيد هاني، سيد هاني فقط للتوضيح بالنسبة للمشاهدين وبالتحديد في محافظة الخليل، لأننا نتحدث معك من الخليل، هل لك أن تعطينا بالتحديد برنامج الذي يبدأ الساعة 11:30؟ ما هي تفاصيل هذا البرنامج وماذا يشمل؟ مثلا هل سيشمل إضراب؟ هل سيشمل إغلاق للمحال التجارية؟ المسيرات أين سيكون؟ كيف سيكون شكلها؟ وماذا عن هذه القضايا بالتفصيل لو تكرمت؟ يعني أولا ستنطلق مسيرات مركزية بالتزامن في كافة الساحات في محافظة الخليل مع بداية الساعة 11:00، مسيرات مركزية، مسيرة مركزية ستنطلق من حلحول باتجاه مدينة الخليل، سيقابلها مسيرة مركزية في إقليم وسط الخليل ردا على يعني استهداف وسط الخليل والحرم والمناطق البلد القديمة، وسيكون هناك مسيرة في إقليم الجنوب في دورة، ومسيرة أخرى في منطقة يطا. سيكون هناك محاولة للوصول إلى نقاط الاحتكاك وإلى الشوارع الالتفافية. نعم. سيكون تعليق دوام في كافة المؤسسات الرسمية والشعبية وفي كافة المؤسسات الخاصة حتى ينخرط الجميع ويصل الجميع للمشاركة ويتمكن الجميع من المشاركة في هذا الفعل الجماهيري. بعض المناطق التي ستكون بعيدة عن المدن سيكون فيها مسيرات وحراك ومظاهرات خاصة فيها، ستتكفل كافة القوى الوطنية وتحديدا حركة فتح ومناطقها التنظيمية وكافة أذرعها بالمتابعة الميدانية في هذا الموضوع، وأخذت كل الترتيبات التي ستكون كفيلة بإنجاح هذا الفعل وتوصيل رسالته بالطريقة المطلوب توصيلها. شكرا جزيلا لهاني جعرة، أمين سر فتح في شمال الخليل، ومن خليل الرحمن إلى نابلس جبل النار، ومن هناك نرحب بسيد جهاد رمضان أمين سر حركة فتح. سيد جهاد مساء الخير وأهلا بك معنا في ملف اليوم. جبل النار عودتنا دوما على الفعل المندد بسياسات الاحتلال كافة، فأي فعاليات ستشهدها نابلس يوم غد في إطار يوم الغضب الذي تقوده حركة فتح؟ نعم، بداية دعني أتوجه بالتحية إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يلتحمون شيبا وشبانا مع قيادتنا الفلسطينية التي تمثل العزة والكرامة وتعبر عن مصالح شعبنا العليا. نابلس عاصمة جبل النار اليوم استكملت آخر اجتماعاتها الحاشدة تهيئا وانتظارا للحظة الغد في تمام الساعة 11:30. ستحتشد الحشود في المجمع الشرقي في مدينة نابلس للانطلاق في تمام الساعة 12:00 باتجاه ميدان الشهداء في مسيرة غاضبة حاشدة ستشارك فيها فصائل العمل الوطني وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس عن بكرة أبيها، ليس فقط تنديدا واستنكارا ورفضا، إنما إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن كل أوراقها أنها تتقدم الصفوف في معاداة شعبنا الفلسطيني. تصريح وزير خارجيتها سيرد عليه من قبل جماهير شعبنا الفلسطيني ومن قيادتنا الفلسطينية التي تتفاعل والتي تتكامل مع فعل ميداني حقيقي ينتصر لثوابتنا الوطنية. هذه الإدارة الأمريكية في تماهٍ مع العدو الصهيوني، مع قوات الاحتلال، مع عصابات المستعمرين الذين تجاوزوا كل الخطوط، الذين نقلوا السفارة الأمريكية واعترفوا بالقدس، القدس العربية، القدس عاصمة دولة فلسطين. الإدارة الأمريكية اعترفت بها عاصمة لدولة الاحتلال، والإدارة الأمريكية حاولت وتحاول تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. لذلك نحن في محافظة نابلس ليس فقط يوم غد إنما يوم الخميس سيكون هناك فعالية أخرى للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة وبالتالي بقاء الوكالة الدولية للأونروا تقديم خدماتها.
كذا الحال عندما تشرع وزارة الخارجية الأمريكية في انقلاب واضح في سياستها الخارجية، وأنها تقول أن المستوطنات ليست شرعية، هي أولا تعتدي على القانون الدولي، وبالتالي هناك نظم وهناك قانون يحكم العلاقة ما بين دول العالم. لذلك رأينا 14 دولة تعارض من أعضاء مجلس الأمن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، و135 عضو من أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي يعارضون الخطوة من وزارة الخارجية. وحكومة الإرهاب في تل أبيب التي التقطت الفرصة وأعلن نتنياهو للهروب من السجن أنه سيدرس بجدية تقديم مشروع قانون لضم الأغوار الفلسطينية، هذا الذي سيواجه ليس فقط بالغضب الفلسطيني، إنما الأرض ستتغير كل معالمها، لأنه في هذه اللحظات لن نبقي على أي محظار، هناك خطوط حمراء عديدة. شعبنا الفلسطيني حذر لطالما حذر أنه إذا ما تم اختبار إرادة الفلسطيني، هذا الفلسطيني الذي اختبر وهنا في عاصمة جبل النار، كنا في الكثير من المحطات في يوم المنامة وفي صفقة العصر وفي نقل السفارة وفي العديد من المحطات الفارقة، كانت جماهير محافظة نابلس أهلا للنزال والمواجهة جنبا إلى جنب مع محافظات الوطن. لذلك يوم غد الساعة 12 ستكون هناك مسيرات غاضبة في كل ساحات المدن الفلسطينية، ونابلس سيكون لها حظها ومشاركتها الفاعلة، وليس فقط يوم غد كما أكد أخي المناضل هاني جعارة، إنما ستتواصل الفعاليات في برنامج نضالي متصاعد متدحرج وصولا إلى كل نقاط التماس والشوارع الائتلافية. قلت بأن هناك أيضا فعالية ستشهدها نابلس يوم الخميس، سنمكن خلاله كل جماهير شعبنا الفلسطيني. قلت بأنه نابلس ستشهد أيضا فعالية يوم الخميس. نعم، كيف يوم الخميس في تمام الساعة 12 نعم يوم الخميس هناك تحد آخر، نحن نواكب كل التطورات، وهناك صوت فلسطيني سيخرج إلى العالم بضرورة التمديد وبضرورة إعطاء تفويض جديد للوكالة الدولية الأونروا، حيث سيجري التصويت مرة أخرى يوم الأحد القادم الأول من ديسمبر في الأمم المتحدة. لذلك سيكون هناك مهرجانا داعما للتوجه الدولي هناك في مخيم عسكر القديم بالقرب من كلية هشام حجاوي، حيث ستشارك قوى وفعاليات وفصائل ومخيمات اللجوء في شمال الضفة الغربية لإعلاء الصوت عاليا والتأكيد على أن ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة لن يسمح المساس بها. بقاء الوكالة الدولية وهي الأونروا أن تقدم خدماتها ليس منة من المجتمع الدولي، إنما هذا حق وواجب على هذا المجتمع، على هذا الضمير الإنساني الذي يلاحظ والذي يراقب والذي يتابع كل المجازر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني من استهداف حق العودة ومن استهداف عاصمة دولة فلسطين ومن استهداف الأرض الفلسطينية ومن الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. هذا الشعب الفلسطيني الجبار، هذه الإرادة الفلسطينية التي اختبرت في الكثير من المحطات ستنتصر لا محالة، ويوم غد سيكون هناك الرد من كل جماهير شعبنا الفلسطيني، ونابلس سيكون لها دورها البارز والذي سيوصل رسالة والذي سيتواصل بفعل نضالي مقاوم في كل البلدات وفي كل القرى. هناك فرصة حقيقية لمشاركة جماهير شعبنا الفلسطيني. شكرا سيد جهاد. لأن يكونوا شركاء في هذه المعركة عبر مقاطعة حقيقية شاملة وكاملة لكل البضائع والمنتجات الإسرائيلية، عبر المشاركة في كل الدعوات وكل الفعاليات التي تتصدى. سيد جهاد شكرا، شكرا جزيلا على وجودك معنا، يبدو بأن الصوت لا يصلك على ما يرام. شكرا جزيلا سيد جهاد رمضان أمين سر حركة فتح، ونعتذر عن مقاطعتك لضيق الوقت. ننتقل من نابلس إلى بيت لحم، ومن هناك إلى السيد محمد المصري أمين سر حركة فتح في بيت لحم. سيد محمد، بيت لحم مثلها مثل بقية المحافظات ستكون جزءا أيضا من يوم الغضب الذي تقوده حركة فتح، فما هو شكل الفعاليات الغاضبة أو يوم الغضب، كيف سيكون في بيت لحم غدا؟
يعني بالبداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، لزملائنا مساء الخير، لعائلة الأسير سامي أبو دياك وهو يواجه أيامه العصيبة مكبلا بقيد الاحتلال، متحزما بعزيمة شعبه وإرادته. مساء الخير لشهدائنا، مساء الخير لأسرانا، مساء الخير لشعبنا الفلسطيني في المخيمات والشتات في كل مكان، وهو يواجه هذا الاحتلال برزمة إجراءاته الأخيرة، وهو يواجه الإدارة الأمريكية التي تحاول تطويع الشعب الفلسطيني وإقناعه وإدخاله في عنق زجاجة صفقة القرن. لكن هذا الشعب كما عودنا في كل مرة يهب ليقول لا، والمجد لمن قال لا في وجه من قالوا نعم. محافظة بيت لحم كما سائر المحافظات ستنضم غدا في إطار مجموعة من الفعاليات التي ستنطلق غدا الثلاثاء الساعة 11:30 من محيط باب السكاك باتجاه محيط مسجد بلال بن رباح. أنا باعتقادي الموضوع الأهم الذي يجدر بنا التطرق إليه بأنه هناك رزمة من الإجراءات الاحتلالية الأخيرة التي يحاول هذا الاحتلال أقلمت شعبنا معها، هناك رزمة من الإجراءات الإدارة الأمريكية التي تحاول أن تأخذ دور الاحتلال في فرض شروطها على شعبنا، بدأت بنقل السفارة، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، نعم سيد محمد، بسط السيطرة على الجولان، وآخرها محاولة شرعنة الاستيطان. هذه الأمور باعتقادي يضاف إليها ما يمارس الاحتلال من إجراءات على الأرض، كان آخرها مجزرة مصادرة آلاف الدنومات في جنوب الضفة خاصة في الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى إجراءات احتلالية تمثلت بإغلاق مكتب التربية في القدس، اعتقال محافظ القدس، اعتقال مدير التربية، اعتقال رئيس مجلس أولياء الأمور، الاعتقالات والاقتحامات الليلية للمحافظات والمدن. أعتقد هذا الوقت الكافي لكي نجابه رزمة هذه الإجراءات أيضا برزمة من المواقف الفلسطينية التي تنطلق من الشارع لتساعد وتساند القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية. لا يكفي فقط الرفض والتنديد أو سياسة الخطب والشعارات، طيب، بل يجب أن ننتقل إلى فعل ميداني أفقي ومركزي يمتد من المحافظات إلى القرى والأرياف الفلسطينية. هل من مزيد من التفاصيل عن شكل هذه الفعاليات في بيت لحم؟ اسمح لي أن أعود إلى النقطة الأولى معك، قلت بأنه أين سيكون التجمع وأين سيكون الانطلاق بعد ذلك، لكن ماذا عن التفاصيل؟ كيف سيكون شكل محافظة بيت لحم غدا بمحالها التجارية بمدارسها؟ ما الذي ستشهده بالتفصيل؟ يعني غدا أعلنت كافة المكونات في بيت لحم، الجامعات، المؤسسات الحكومية والرسمية، المؤسسات الأهلية، مؤسسات القطاع الخاص، التربية والتعليم، أعلنت عن تعليق الدوام غدا بدءا من الساعة 11 إلى 11:30 من أجل أن تسهل عملية المشاركة لكافة منتسبيها أو موظفيها أو مرتديها في الفعالية. سيكون التجمع الساعة 11:30 في محيط باب سكاك. أيضا نحن ذاهبون إلى محيط مسجد بلال بن رباح، هذا المحيط الذي شهد سقوط العديد من الشهداء الأبطال الفلسطينيين. نسأل السلامة لأبناء شعبنا غدا، لأنه هذا محتل لا يؤمن إلا بلغة الدم، لكن أيضا نحن نؤمن بأن بلغة المواجهة. هذه المواجهة الذي يعتقد البعض بأنها انحنت، لكننا نقول كما في غزة، كما في الضفة، كما في كل مكان، رأس الفلسطيني ما بنحني. سيد محمد في دقيقة، ماذا عن أيضا، صحيح بأنه فتح تقود فعالية يوم الغضب غدا، لكن ماذا أيضا عن باقي القوى والمكونات؟ أنا أعتقد هناك دور كبير للجنة تنسيق الفصائل في كل محافظة، هناك دور كبير للفصائل التي وضعت كل خلافاتها جانبا وتركز الآن على العدو المركزي. وأنا أعتقد أيضا هي عبر شاشة تلفزيون فلسطين نوجه التحية لهذه الفصائل التي لبت نداء الوحدة والواجب في إطار مواجهة هذه القرارات، وندعو عبر شاشة تلفزيون فلسطين أيضا القوى الوطنية في قطاع غزة إلى أن تواكب هذه الموجة، تواكب هذا النداء، تواكب نداء الوحدة والواجب في إطار هذه المواجهة. كما لبت الضفة نداء غزة، نوجه نداء إلى أهلنا وقوانا الوطنية والحية في غزة لأن يرتفع الصوت. يجب أن لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف ما يحاول الاحتلال تمريره، يجب أن لا نقبل تحت أي ظرف من ظروف ما يحاول أدوات الاحتلال أيضا تمريره. للأسف الشديد هناك أدوات
تحاول أن تضع مخطط الاحتلال وكأنه مخطط يهدف إلى حياة كريمة للفلسطينيين. لا حياة كريمة بدون حرية، لا حياة كريمة بدون القدس، لا حياة كريمة بدون دولة. الإجراءات القادمة من باتجاه فصل الضفة عن غزة وما ترتب على ذلك من بعد الانقلاب وما هو مقبل في إطار بسط السيطرة على غور الأردن أو الأغوار الشمالية ودمج المستوطنات فيما يسمى دولة الاحتلال، يوجب على الجميع بأن يقف موقفا واحدا في مواجهة هذا الاحتلال. سيد محمد، من يتابع وسائل الإعلام العبرية منذ ساعات ما بعد الظهر وهي تتحدث باهتمام عن يوم الغضب الذي تقوده حركة فتح يوم غد وتابعته باهتمام شديد، ما هو تفسيرك لاهتمامهم بهذه بيوم الغضب هذا وأي دلالة يمكن أن نفهمها؟ يعني سيد العزيز، أعتقد الإعلام العبري ويستقيم مصادر معلوماته من الاحتلال وهو يعي تماما بأنه يواجه اليوم في الميدان الشعب الفلسطيني الذي هو عمود فكره فتح. فتح ارتضت بالحل السياسي، فتح اندمجت بالعملية السياسية منذ 25 عام، لكن في خلال هذه الأعوام أيضا مرت العملية السياسية في انتكاسات. هذه الانتكاسات حملت فيها المواجهة فتح ومعها باقي فصائل العمل الوطني، لكن فتح شكلت العمود الفقري في المواجهة، فشكلت الأكثر إيلاما. واعتقد أن النموذج العمل الشعبي الذي اليوم يتبع سواء في غزة أو في محاور اشتباك عديدة في الضفة، نقاط اشتباك عديدة، نعلين، كفر قدوم، بالعين، تكوع، كل هذه المواقع التي تستحق الإشادة والذكر، مرورا بتجربة الخان الأحمر وباب الشمس وجبل البابا، هذه النماذج وضعت الاحتلال في موقف حرج أمام العالم، وخاصة حينما نتحدث عن مواجهة شعبية. نعم. بما معناه هو انخراط ذاك الجندي المدجج بالسلاح أمام مواطن فلسطيني لا يملك في يديه سوى علم فلسطين ويحمل في قلبه حب فلسطين وإرادة الشعب الفلسطيني. هذا ما يضع الاحتلال في حرج. بالتأكيد أيضا نحن نقلل خسائرنا، يجب أن لا نخجل من أسلوب هذا المواجهة لأن فيه تقليل من خسائرنا، وبالعكس يجب دوما أن نسعى للحفاظ على الدم الفلسطيني، يجب دوما أن نسعى للحفاظ على أرواح شبابنا الفلسطينيين، يجب دوما أن نبحث عن أدوات أكثر ابتكارا في مواجهة هذا الاحتلال. شكرا جزيلا سيد محمد. ويجب أن نوظف أيضا العدسة في هذا السياق، ولا ننسى ما حدث مع الصحفي معاذ عمارنة في محاولة استهداف الصحفيين. أنا باعتقادي هذا يشكل لنا نموذج عمل مهم، عمل متقدم، عمل نستطيع الانخراط فيه أيضا بالتوازن والحفاظ على مكونات الأخرى للحياة الفلسطينية. أمين سر فتح في بيت لحم السيد محمد المصري، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومن بيت لحم سيدتي وسادتي ننتقل إلى جنين، وهذه المرة مع السيد عطا أبو رميلي أمين سر فتح في جنين. سيد عطا، مساء الخير، أهلا بك معنا على عجالة، ونعتذر منك لضيق الوقت، ما الذي ستشهده محافظة جنين في فعاليات يوم الغضب ردا على تصريحات بومبيو؟ مساء الخير لكم أولا وكل مشاهدين وكل أخواننا المشاركين. نحن في حركة فتح سنعمل على تصعيد الأوضاع ضد الاحتلال والإجراءات الأمريكية بحق شعبنا الفلسطيني. اليوم شعبنا الفلسطيني مدعو جميعا في كل المؤسسات وكل المكونات وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية على تنسيق كامل ومتواصل. غدا بإذن الله سينطلق الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين من أجل أن يقول كلمته. الأمريكان والاحتلال والعرب المستعربة التي تدور في فلك هذه المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، نحن واجب علينا أن نصعد المواجهات وأن نقول لهذا الاحتلال وللأمريكان أن بعد هذا اليوم اللغة بيننا وبينكم هي لغة المواجهة. لن نتراجع للوراء. غدا ليس فقط يوم يتيم، لا، بداية تحرك شعبي واسع. هناك عملية تصعيد ضد الاحتلال في كل أرجاء الوطن، لكن من الآن فصاعدا هو بداية التصعيد ضد الاحتلال وصولا إلى أن يجبر هذا الاحتلال للتسليم بحقوق شعبنا الفلسطيني. والإدارة الأمريكية يجب أن تذهب أيضا إلى جهنم، ترامب ومومبيو وكل هذه الإدارة التي تشارك الاحتلال في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني في القدس،
سيد عطا فقط لضيق الوقت الفعاليات ماذا تشمل؟ ضد أسرانا الأحرار، أسرانا الأحرار سامة بودياك الذي يقتل يوميا في سجون الاحتلال. نحن مدعوين كحركة فتح وكل مكونات شعبنا إنها تنزل للشارع وتنزل الميدان ولن تذهب للبيوت. الحركة ستستمر حتى ننجز حقوقنا إن شاء الله. ماذا عن الفعاليات بالتفصيل؟ تبدأ في تمام 11:30، كيف سيكون شكلها في محافظة جنين سيدة برميلة؟ كافة المكونات والمؤسسات كل أبناء شعبنا الفلسطيني يتم التواصل معهم. غدا ستنطلق ويوم نفير بإذن الله في كل الوطن ومنها محافظة جنين باتجاه ساحة الشهيد ياسر عرفات أمام المحافظة على الدوار الداخلية. الكل سيلتقي هناك ولنسمع ذلك المعتوه ترامب وذلك الفاسد نتنياهو والعرب المستعربة التي تتآمر على فلسطين أن فلسطين والشعب الفلسطيني سيقول كلمته في كل الوطن وخارج الوطن ولا رجوع للوراء، وسنصعد المواجهة لحين ما توصل وما توصل. شكرا جزيلا لك السيد عطا برميلة من سر حركة فتح في جنين على وجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات. سيداتي وسادتي، هذا ما سمح الوقت به لنتحدث فيه في مختلف المحاور من هذه الإطالة في ملف اليوم. نشكركم على طيب المتابعة ودوما إلى اللقاء.